إلاس حسولياتك بغيت هني الشباب ديال هذه الحلقات الفنية وأيضا نقول لهم اللي يعني هذا الوقت اللي واخدين احنا محتاجين نكون فيها لأن انتم اللي كتخلقوا نماذج ديال النجاح. اليوم كنعيشوا في واحد العالم كيعتمد على الإبداع، الإبداع مسألة أن يتفتق ذهنك عن أفكار جديدة وكتسمى الحلول، وكاينش الحلول إنما كاينش مشاكل، وخاصك تفهم المشكل فين كاين، كتقول هذا المشكل باقي ما عالجو حتى واحد، علاش ما نعالجوش أنا؟ دونك هنا البداية ديال أنك أنت تتموقع في واحد المكان ديال لونتربرونيا، أنك عندك واحد الحل بو دي بروبليم لي كيعيشو واحد، تعيشو واحد الفئة من تعيشوا مجموعة من السكان ولكن فئة عمرية ثم يكون لكم يكون لحضركم اللي كنعتبر أنهم ماشي حيت ما نجحش المشروع ديك ما خدمتوش اللجنة على مدة من ديك التراتبية في هذا، ولكن هي تراتبية كلها في النجاح. أنا كنعتبر كل من شارك راه ناجح، هي فقط كاينة واحد التراتبية. هذه النماذج اللي شفتوها العظيم مشجعة ومفرحة. أنا اللي غادي نطلب من المسؤولين اللي معنا هو أنهم هاد الأفكار اللي نجحت هنا، خاصة احنا في المركب ديال مجال للابتكار والذكاء الترابي اللي عندنا فيه مركز ديال الحاضنة ديال الشباب وحاضنه ديال المشاريع ديال المشاريع الابتكاريه، انهم هاد الاخوان ينجحوا اننا حنا نقدر نقول لكم ان مرحبا بكم بور لانكيباسيون في المركب ديال المجال. هاد الحل اللي عطيتكم ماشي بوحدو، ولكن ايضا غادي نطلب من السي ليموني اللي هو المشرف على قسم التنميه البشريه وايضا على هاد الانكيباسيون، غادي نطلب منه بانه ايضا المشروع يلفو لو تخوفي لو بخومي كليون هو هي لا بي بي جي. لا بي بي جي يعني الجمعيه الاقليميه لتعميم وتطوير التعليم، غادي تكون هي الاولى اللي غتعطيكم لا كوموند بوغ هاد لو بروجي pour ce premier projet. Vous allez créer votre entreprise. Alors, vous allez confronter comme le dire ça. Bon, qui nous dirons comme l'incubation partielle. Les radites comme part-time incubation. Incubation, vous m'en avez dit, c'est que j'ai dit d'abord. Mais on arrive à dire que part-time incubation. Je vais faire part-time jobs. Je vais faire un peu de temps. Et entrepreneuriat. Donc, du on a SIF, c'est une incubation SIF. On met à l'intérieur de la vous venez pour la création de l'entreprise. Et rien ne vous empêche de créer une entreprise d'abord. La start-up vient pour créer une d'abord. Vous aurez une première commande de la PPGE. Vous aurez l'incubation de la carte. Et vous aurez l'accompagnement de la NASDH. مرة أخرى يعني كنعتبر حتى بالنسبة للمشروع الثاني أيضا يلفو لانكيبي، والمشروع الثالث يلفو لانكيبي، لي تخوا بروجي دوف تيتر انكيبي أو نيفو ديال المجال ديال لم يبقى لي إلا نشكركم جميعا. Je voudrais remercier tout le monde.
qui ont participé, ceux qui ont participé à la fête de l'Hafr. Parce que vous aviez raison. C'est un Hafr. Et je vous dis aussi, Allah l'a écouté cette mawahib. Et je vous dis aussi, je vous dis à la mawahib. Il y a une mawahib, mais je ne sais pas. Je vous dis à la mawahib. Je vous dis à la mawahib. Je vous dis à la mawahib. هذا الموهبة اللي اكتشفت اليوم هو هذا الشخص اللي قلت لكم هنا كيدير لكم الانيماسيون. alors j'étais astonished ملي جيت وشفتو واحد الميكرو اللي في لي بريزونطاسيون بروغرام واحد بروفيسيوناليزم واحد فيري كول نعم شيخنا وحتى الله عليه عنده جولي سوغير ما شاء الله كونفيون اي جي ديكوفير باسكو مو جو كوني سيت ان انجينيور دو فورماسيون اللي مشى يشتغل في القطاع الخاص وواحد النهار جاب لي واحد المقترح على شي ريستورون بغا يديرو داكشي هذا تعاوننا معاه وانا بغيت ندير واحد الريستورون لفائده الموظفين في العماله قلت له جيري لينا هذا اسكو تو بو جيري سو ريستورون il l'a géré jusqu'à aujourd'hui, ça va très bien. الشاب اللي اختار القطاع الخاص على الرغم من انه مهندس وتكون في الهندسه المدنيه الى اخره في فرنسا ولا رجع شيء يمكن انا بغيت نمشي للقطاع الخاص وفاجئني من قال لك لا ريستوراسيون ولا شيء هذا اي بي اون تران دو فيغ سون شومون اليوم كنكتشف عنده هذه الموهبة دايما كنت ندير عندنا واحد ريستورون غادي نفتحو في المونتال اون فاس قلت له البارح اسكو تو سخا انتيريسي باش تاخذ هذاك الريستورون تاع ما شاء الله الرحمن الرحيم اللي كيتوض فيه عليه واحد اللمسة ديال الهندسة الإطعامية qualité de la présentation qu'il fait, le professionnalisme de l'école. Les jeunes nous ont épaté par leur présentation en anglais. داخل إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي زدنا عطاها الانطلاقة ديالها أكثر من 16 سنة وحنا اليوم كنشوفوا النتائج ديالها إي غادي نزيدو نديرو دوطخ سونتر وغنمشيو في الانكيباسيون اللي يكون عندك مشاريع عندك أفكار عندك يعني إرادة عندك رغبة غتكون عندك هنا المركز وعندنا المبادرة الوطنية وعندنا البلاصة اللي سمحتو ملي جيتو مشيتو لواحد المركز ديال لو كاف لي بي لو سونتر يعني داكومبانيمون دي كوبيراتيف مونتونت دو لينيسياتيف بريفي تا هو راهو كاين تما وعندنا هنا لو سونتر دو لوكاسيون دو سيكيوريتي هاد لي زيكيبمون كلهم واكثر من ذلك راهم داروا من اجلكم نتوما من اجل هاد الشباب ديالنا كامل باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يعرف واحد الانطلاقة جديدة في حياتو يتمكن من النجاح وخلق نماذج ديال النجاح success story thank you very much have a good luck nice meeting you.